ربما يصاب الإنسان بمصيبة أحيانا لا تطاق. أعرف رجلا عنده زوجة وبنات توفاهم الله عز وجل في حادث سيارة، فماتت زوجته وبناته كلهن بحادث واحد. فجأة يفقد الإنسان زوجته، أم أطفاله وعياله، ويفقد كل بناته بحادث واحد، ما أعظمها من مصيبة وما أكبرها من بلية. لكن المؤمن يشرح الله صدره ويهدي الله قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان والمؤمن وغير المؤمن عند المصيبة أربعة مقامات. أحد أربعة أحوال يكون فيها الإنسان إذا نزلت عليه مصيبة: مات له ولد، فقد مالا، أصيب بعضو في جسده. أي مصيبة من مصائب الدنيا فهو إما أن يكون في البداية والعياذ بالله ساخطا على ربه، غير صابر بل جازع. منهم من يقول إيش معنى أنا، منهم من يقول ليش يا رب، منهم من يتأفف، منهم من يتضجر. هذا والعياذ بالله لم يصبر الصبر الواجب، هذا جزع على أمر الله عز وجل. فلا هو الذي نجا من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر، بل ربما حصل على وزر وإثم. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة عند القبر تبكي على ولدها، فنظر إليها فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. وكان فيها شيء من الجزع، شيء من التسخط على قدر الله جل وعلا. فقال: اتق الله واصبري. من شدة المصيبة ما عرفت أن الرسول الذي ينصحها. قالت: إليك عني لم تصب بمصيبتي، يعني مصيبتي أكبر من هذه النصيحة. فذهب النبي إلى بيته فأخبرت أنه رسول الله: ماذا فعلت، ماذا صنعت؟ فأسرعت المرأة على رسول الله تعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الدنيا مجبولة على المصائب، يوم يشكر ويوم يصبر. فإذا لم يوطن نفسه على الصبر، فإذا سمع الخبر ربما يسخط، ربما يجزع، ربما يرد قدر الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية طبعا هي الأفضل وهي الواجبة، الصبر، أن الإنسان يصبر على قدر الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثالثة هي أفضل من الثانية وهي الرضا. فمن رضي بقدر الله عز وجل ورضي بمصيبة نزلت عليه فهو رجل مؤمن تقي، في قلبه من الإيمان ما فيه. المرتبة الرابعة للخلص من البشر، لأصفياء الله وأولياء الله، أن يبتليه الله عز وجل بمصيبة فيتذكر أن الله ما ابتلاه إلا لأنه يحبه ويريد أن يرفع له الدرجات، فيشكر الله عز وجل على مصيبته. هذا يعقوب عليه السلام، نبي الله الذي فقد ابنه يوسف عليه السلام، ثم فقد ابنه الآخر بنيامين، فإذا به لا يشتكي إلا لله عز وجل، وهو يقول: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. انظروا كيف فقد أحب أبنائه إليه، ومن المتسبب؟ إخوانه. يعني ليست المصيبة فقط فقد ابن، ولكن المصيبة الأكبر أن ابناءه البقية هم المتسببون بهذا الفقد، لكنه ما اشتكى إلا لله عز وجل، وصبر صبرا جميلا. وكان يقول وهو بالسحر يرفع يديه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يشتكي لله عز وجل ويصبر ويحتسب
لكن ماذا قال الله في سورة يوسف؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونتيجة الصبر أن رد الله له يوسف وابنه الآخر وعاش في عز وملك عظيم. الصبر نهايته فرج من الله عز وجل. يقول الإمام أحمد: الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر عنده لا دين عنده. كل الناس يوم القيامة يؤجرون حسب أعمالهم، الحسنة بعشر إلا الصابرون، فإنه يفرغ لهم ويغرف لهم من الحسنات غرفا، خذوا ما شئتم من الحسنات بغير عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا عد ولا مكيال. فضل عظيم الصبر عند المصيبة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى.